السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا لاباس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيباتي، النهار تاع اليوم حنعملوا حلوه سهله اقتصاديه بمقاديرها اللي موجوده في كل بيت ان شاء الله باذن الله. هنا فقط حنقسم لكم حبه في اول فيديو باش تشوفوها وتتشجعوا تجربوها وتكملوا لا فيديو حتى الاخير. يعني تجي بزاف شابه هاد الحلوه اقتصاديه، تقطع كميه كبيره. بسم الله نبداو للمقادير مع بعض. كما قلت لكم مقاديرها بزاف اقتصاديه، واكيد ولفتو يعني ندير لكم الوصفات الاقتصاديه اللي تعجبكم ان شاء الله. عندنا كاس تاع الزيت، كاس تاع البيض، كاس تاع الحليب، نص كاس تاع السكر، وعندنا لا ليفور شيميك باكي كامل، وعندنا لوزاز تاع حبه قارص، وعندنا نص مغرفه تاع الملح، يعني مغرفه القهوه اللي نكيلو بها. بسم الله البنات، هنا بالنسبه للكاس تاع البيض نقولكم خذوا اي كاس وعبروا به، يعني حتى يتعمر، كسروا البيض حتى يتعمر الكاس. انا كسرت ثلاث حبات، تعمر لي الكاس اللي يرفد 180 مللتر. ضفت عليه نص كاس تاع السكر. هنا رايحه نبدا ان شاء الله نخلطهم حتى نحس بهذاك السكر، يعني ذاب شويه في البيض هكا باش يعطيني نتيجه شابه. نخلطو غير بالفويه، ما كان له الباتور. هنا عندي المغرف النص مغرفه تاع القهوه تاع الملح، وعندي مبشور حبه قارص. نقول لكم صدقوني هذه الوصفه ديروها بالقارص، تجي بزاف بنينه، والذوق تاعها والريحه تاعها هايله. يعني نخرجوا شويه على الذوق تاع لافاني. كاس تاع الزيت، الكاس اللي نعبروا به البيض، نكملوا به كامل المقادير، نزيدو نخلطو حتى نحسوا يعني المقادير تخلطوا مع بعضهم، يعني غير شويه شويه ماشي بزاف. عندي كاس تاع الحليب، الحليب هنا يكون درجه حراره الغرفه، يعني ما هو بارد ما هو سخون، نزيدو نخلطوه. هنا نبداو نضيفو في الفارينه، يعني بلاقل بلاقل مع هذاك الباكيت على ليفور شيميك، حتى نتحصلوا على عجينه كيما عجينه الصابلي، يعني ما تكونش يابسه وما تكونش طريه. هاكا نبقاو نضيفو في الفارينه بلاقل بلاقل. البنات نقولكم اللي ما عندهاش القارص تقدر تضيف لافاني، يعني هي حره. انا فقط هنا حبي ان هذه الوصفه تاع زمان وتجيب بالقارص، والذوق تاعها بزاف شباب بالقارص، ولكن تقدروا تعملوا تغيير. نكمل هنا ما نعجنش، نطم برك البنات. هنايا ماشي لازم هاد لاباط تجيكم بسه كيما لاباط سابلي، لا لا، يعني تجي تشبه شويه لاباط تاع البيتزا. هذيك هو سر النجاح تاعها، يعني ماشي كي تشوفوها ماشي كيما لاباط سابلي تقولوا يعني لاباط هذه ماشي ناجحه. تجي شويه تشبه يعني لعجينه البريوش، يعني نوعا ما من هذا النوع. هنا ما نعجنوهاش، نطموها برك حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه اللي نقدروا نخدموا بها. هاي ليك، هنا ما نخلوها تريح ما والو، نبداو مباشره نخدموا بها. البنات هنا اللي تحب توزنها يعني تقدر توزنها وتساعفها وتجيها كامل حبات قد توزنها وزن 15 غرام حتى 20 غرام على حسب هي واش تحب، هي تتنفخ. عندي هنايا سكرفاج، ضفتو فقط شويه في الفارينه باش ما يلصقليش، ونبدا نخدم هاد لاباط. هنا نحطها فقط هكا في السكرفاج بالطول ونحيها باش نتحصل يعني على هذوك النقاط والحبيبات تاع النقاش، يعني النقشات هذوك الصغار اللي يعملهم منا السكرفاج. كيف كيف نزيدو نحطوها في الفارينه ونعاودو نخدموها بنفس الطريقه هكذا ونحوها. هنا اللي ما تحبش يعني تساعف وما تحبش دير هذه الطريقه نقولها عادي، تقدري ديريها يعني هكا صبيعات صغار وتكملي طيبيها بنفس الطريقه. انا هنا راني حاطه زيت سخن، زيت كيما نقولوا غزيره. انا فقط هنا درت فيه كسرونه هكا باش ما تديليش الزيت بزاف هكذا. نخليها هنايا حتى تبدا تتنفخ وتبدا تحمر. شوفوا تمتم يعني تتنفخ، فيها باكيت على ليفور شيميك، يعني رايحه يضاعف الحجم تاعها، ما تكبروهاش بزاف. البنات نقول لكم هي راهي تنقلى، وانا راني مجدع عسل ما عليه حتى اضافه، ما تسخنوه ما والو،
حطوه فقط في عفسة اللي تقدروا تخدموا فيها، يعني باش تعسلوا الكاطو هذا. نخلوه يحمر اكيد، خذوا له لا كولور اللي تكون شابه هاد الكاطو باش يجيكم بنين. هنا مازال ما تحمرش، نخلوه حتى يتحمر، يعني ما يطولش بزاف ويتحمر. مباشرة يعني غير يتحمر نحوه قبالة نحطوه في العسل. ان شاء الله هنخلي لكم يعني الرابط تاع العسل في صندوق الوصف، اللي حبت يعني تخدم العسل ولا اللي عندها نقولها مضيفي له حتى اضافات، فقط خليه ياخذ درجة حرارة الغرفة وخدمي به هكذا، يعني من الفريجيدار باش ما يكونش جامد بزاف. مباشرة هنا انا هاي اللي نحيته قبالة حطيته في العسل باش يتشرب لي نكهة العسل، وراني محمصة شوية تاع الجلجلان. الجلجلان على بالكم يمشي مليح مع حاجة مقلية. هنا نحطه في صحن التقديم، يعني مباشرة ما تصفولهاش العسل، حطوها قبالة هكا بهذه الطريقة، ونحط لها شوية تاع جلجلان هكذا. فوالا، هذه هي وصفتنا حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. ننصحكم تجربوها، تخرج كمية كبيرة. انا كان مازلت عندي يعني ماشي غير هذه الكمية، كان عندي بلا واحد اخر، ونقول لكم حبيباتي راح نقسمها لكم، جربوها وخلوا لي ان شاء الله رايكم في التعليقات. وصفة أكثر من رائعة، تجي بزاف بنينة. نقول لكم حبيباتي ملاقات الخير، نتمنى إن شاء الله هاد الفيديو تعجبكم وتجربوا هاد الوصفة اللي بزاف بزاف بنينة. هنا قسمتها لكم يعني باش تشوفوها. نقول لكم حبيباتي ملاقات الخير، والجام دايما نقول لكم الجام تهمني وتفرحني.